النقطة بيكتر وبيوتر وهيعلي في ضغطه هيجنن ويشعنن حموك شائد النقطة بيكتر وبيوتر وهيعلي في ضغطه مع المفتش ترومبو يا مين اللي يقع في كامبو صدقني زنبو على جنبه هيتقفش اكيد مع المفتش ترومبو يا مين اللي يقع في كامبو صدقني زنبو على جنبه هيتقفش اكيد ولما سأل فيه اللي جاوب وقال لأ واللي وشه احمر فجأة واللي أنكر وفلق كرومبو سأل ولما سأل فيه اللي جاوب وقال لأ واللي وشه احمر فجأة واللي أنكر وفلق أنا عرفت واكتشفت مين سرق مين بقى ورا الحكاية من البداية وانا ما عرفتش يا خيلو مع المفتش كرومبو يا مين اللي يقع في كامبو صدقني زنبو على جنبه هيتقفش اكيد النهارده كنت عازم مراتي حبيبتي وابن اختي حموكشة على رحله نيليه محيطيه اطلسيه من القطب النوبي الى القطب الجنوبي وهنركب الباخره كيناكي 2 الله عليك يا كرومبو الجو هنا بديع بديع ايوه كده يا حموكشينو يا بديع استاذ اصلا يا خالو ويلكم مستر كرومبو نايس تو ميت يو هاف ا نايس تايم وذ اس او يا وده كوبتان ابو بحر القطان واللي جيب نفسه يرحب بينا فعلا اهل النوبة طيبين قوي الراجل ده بيقول ايه يا كرومبو يا طنطي بيقول استعدوا عشان الاقلاع حموكشة اطلع من دماغي بقى استنى يا خالو ايه يا كرومبو هنفضل في الرحلة دي قد ايه بقى يعني حوالي 6 ليالي وهنوصل في اليوم السابع يا خالو اكيد الجو هيبقى ساقع قوي لما نوصل القطب الجنوبي ده هو بالنسبه للسؤال عدم اللامؤاخذه يعني هو احنا هنفضل كده ولا هننام فين اصلا انا مجهز لكم كل حاجه في اوضتين ليكوا هنا في الباخره وانت يا خالو مالكش اوضه ولا ايه انت في اوضه يا حموكشة وانا ومرات خالك في اوضه يا عبقري الله يا خالو شايف المعبد ده شايف الله يا خالو شايف تاج محل شايف يا خالو شايف التمثال ده يا خالو شايف ايه ده يا خالو شايف الجبل البعيد ده مش شايف عايز انام بقى بيحصل ده خلاص يا جماعه وصلنا القطب الجنوبي بس غريب قوي ان المحيط
ذلك نظرا للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ايام البرد ايام الشتاء والرغيف بحيرة. بلاش دي، انا اصلا ما بحبش التلج. خالو الاقيش معاك بودر التلج؟ بتعمل ايه يا حموكشة؟ سيبه يا كرومبو، كتر خيره بيعمل لنا غدا يا حبة عيني، تلاقيه جعان. قوليله يا طنطي مرات خالو حبيبي. لا الدنيا ساقعة هنا يا خالو. وكنا في حالة مرح وهرج ومرج لغاية ما حصلت حاجة غريبة جدا. او ماي جاد، بليز هيلب كرومبو، حموكشة اجمع الناس على البخلة كويكلي. في ايه يا خالو؟ هو حد عمل حاجة النهاردة؟ لا يا عبقري، بص وراك. شوف مين اللي مين اللي ايه يا حموكشة؟ يلا يلا الحقوا لموا حاجاتكو، لازم نطلع على الباخرة حالا. هيا بينا هيا بينا، يجب ان نمشي من هنا كويكلي. انا من الاول وانا مش مستقنيس من الرجل ده. الحق يا كرومبو، لن نستطيع المغادرة. لماذا؟ هل توجد مصائب جديدة يا قبطان؟ البوصلة الذهبية اختفت من غرفتي، وبدونها لن اعرف الاتجاهات ابدا. ما بفهمش غير فيها يا كرومبو، ما بفهمش غير فيها. وكان شاكر ثلاثة هما بس اللي بيدخلوا قط القبطان، شوقي كابينة وفوقي سفينة وعزم مارينا. ولما سألت شوقي كابينة قال انا ما بحبش دلع القبطنا المرق ده، ما يشوفوا اي بوصلة تانية. وبعدين ده انا حتى اكتشفت انها منظرة على الفاضي، الذهب اللي فيها ده بيأثر على الإبرة. ومعلش لمؤاخذة، هو البحار فينا إيه غير ببوصلة؟ ولما سألت فوقي سفينة قال يا سعادة المفتش، أنا ما دخلتش أوضة الكابتن من ساعة ما وصلنا القطب الجنوبي. أنا كنت واقف فوق عشان أشوف جبال الجليد واللي بيحصل في جبال الجليد. ولما سألت عزم مارينا قال بقى هي دي اخرتها، ابقى متهم ويتحقق معايا وانا اللي صايب رحلاتي في مارينا عشان اجي الرحله السخنه ساقعه دي. ده القبطان استاذ في دهاليز البحار وتعليم الموجات، اسرقه او ده السمك ياكل وش. بس كده انا عرفت مين اللي سرق بوصله القبطان الذهبيه. لو انت كمان عرفت قول لنا مين هو. واحد شوقي كابينه، اتنين فوقي سفينه، ثلاثه عزمي مارينا.